تسجيلات الأوطار. ويديمك يا ابو سلطاني لك حبي والحاني والليل احلى اغاني وايلك هالقلب ومي وين الضيفاني عندك يا سلطاني ارحابك يا محمد
وقف العرس بتقدح نار وعن رحابك يا ابو البشار. ورياض البيت المسجل الوطني اهلا بيهم ابو بشار اهلا بيهم. ارحمك يا ابو العناني الذي غنى القسطاني يا عمه يا ابو العناني. لخي الغالي يا ابو الزين هو معنى كل المحبين هو عن شمال وعن يمين عشر جالك يا الجوري هذا لا تأجل على الراي. هنا محمود ويا ابو الزين ومعنا كل المحبين عباله والله الغالي هذا الغالي زلومي وبالحية هذول رجال الحامية وعشر جالك يا الزلوم وشد الدية عالدية. يا هلا بيك يا هلا هالخيل وعلنا كحالة ارحبك يا ابو سلطان هلل والهم من جانا شاي. يا جماعه والغالي هلالي اهلا بيهم. عاشق صي عاش هيا انس عاش انس عاش هيا عقبه روح احمد واحلى استوديو براس we
وصرخت صوت الباروي وشفت السما مضوية ولا تحسب بس أمر عود وهذول السيناوية ولو صرخت صوت الباروي وشفت السما مضوية فرسان الباش الغالي ولو بنود التحية شاي ولو صرخت صوت الباروي وشفت السما مضوية ولا تحسب بس أمر عود وهذول السيناوية وشد الدية عالدية لرجالي ودي برقية وهلا بكل الحبايب هلا بدار ولا يعادينا ما عاش واحنا رجال ابو سلطان واللي ما يحبنا غشاش نظر العطية السلام والكم بالطيب الاحجار ودي سلام فلسين العم ابو الهمام بابو المعتز داخلنا رجاله يعزوا علينا ارحابك يا ابو سلطان وجينا الليل عشر جالك بو اسعد وحنا هالليل انت خينا ولمو يا سل يا عنان وعزم عا كل العرمان على عرض الفستان محمد غالي علي رجال العصا عصاوي لهم بتود البرقية
قصيد وفرحتنا بهالليل عيد وعرحبك يا ابو السلطان ويعطيه العمر المادي شي شل هلا 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 بيها مع الحبايب. أهلا وسهلا بالجميع على أرحاب العم أبو سلطان.